السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا الفيديو اليوم خاص بتقويم حصيلة الوحدة الأولى ودعمها المدينة الغناء. سنجيب عن أسئلة الصفحة 44 45. إذا سنبدأ بقراءة النص، ثم بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة الخاصة بالفهم والتحليل. قال الحاجب: حدثني بعض رجالنا عن هؤلاء الجنوبيين فقال: إنهم ذو أنفة وكبرياء، وإنهم يزعمون أن بلادهم منبت الفراعنة الحقيقيين. وما إن انتهى، إذا الشكل إن انتهى، لاحظوا التقاء ساكنين، إن انتهى، إذا سنكسر النون وتصبح إن انتهى. الحاجب من كلامه حتى سمع أحد رجليه يقول وهو يشير بأصبعه إلى الشرق: انظر، أترى طيبته؟ هذه طيبته. فنظروا جميعا إلى حيث يشير الرجل، فرأوا مدينة كبيرة يحيط بها سور عظيم، بدت خلفه رؤوس المسلات عالية كأنها عمد ترفع القبة السماوية، ورؤيت في ناحيتها الشمالية جدران معبد آمون الشاهقة. وتمتب الحاجب قائلا: نعم، هذه طيبة، وقد أتيحت لي رؤيتها من قبل. ولم تسرع السفينة وإنما مضت تدنو من الشاطئ رويدا رويدا، تجتاز الحدائق الغناء التي تنحدر مدرجاتها المعشوشبة لتسقى من النهر، وقد لاحت وراءها قصور طيبة الشماء. وأما غربي الشاطئ الآخر فتجدم مدينة الأبدية، حيث يرقد الخالدون في الأهرام والمصاطب والمقابر، تغشاهم جميعا وحشة الموت. توجهت السفينة إلى ميناء طيبة تشق سبيلها بين زوارق الصيد والسفن التجارية، وتجذب نحوها الأنظار لضخامتها وجمالها، وصورة زهرة اللوتس التي تزين مقدمها حتى حاذت الرصيف. وقصد إليها بعض الحراس، وانتقل إليها ضابط يرتدي فوق وزرته سترة من الكتان الأبيض، وسأل أحد رجالها قائلا: من أين انحدرت هذه السفينة؟ إذن نشكل: من أين انحدرت هذه السفينة؟ وهل تحملون تجارة؟ فحياه الرجل وقال له: اتبعني، واصطحبه إلى المقصورة، حيث أدرك الضابط أنه ماثل بين يدي حاجب كبير من حجاب قصر الشمال، فانحنى احتراما وأدى التحية العسكرية، وقال الحاجب: أنا رسول فرعون ملك الشمال والجنوب، مولانا أبو فيس، إلى حاكم طيبة لأؤدي ما حملته من البلاغ. وأصغى الضابط إلى الرسول في انتباه، ثم أدى التحية مرة أخرى ومضى. إذا هذا هو النص. إذا نمر الآن إلى الأسئلة. إذا نبدأ بالسؤال الأول: شرح الكلمات. أشرح الكلمات الآتية: الغناء تجثم حادث الحاجب. إذن كلمة الغناء يعني مدينة كثيرة الأهل والبنيان، والمقصود بها الحديقة كثيرة الشجر والعشب، يعني الغنية بالأشجار والأعشاب. تجثم يعني توجد، تتموضع أو تقبع. حاذت، جانبت أو مرت بقرب. الحاجب هو الحارس أو مستشار أو رسول الملك. إذن نتمم الآن مع السؤال الموالي: أملأ خريطة كلمة أنفة. إذا خريطة كلمة أنفة، إذا نوعها مصدر،
يمكن أن نضيف كذلك اسم. مرادفها العزة والمروءة. أنفة هي العزة والمروءة، ضدها ذل أو هوان. جملة: كن ذا أنفة وعش كريم النفس. كن، إذن هنا ذا أنفة، كن ذا أنفة وعش كريم النفس، كن ذا أنفة وعش كريم النفس. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أذكر من كان على متن السفينة والمدينة التي يتجه إليها. إذن كان على متن السفينة الحاجب ورجليه، وكانوا يتجهون إلى مدينة طيبة. سؤال موالي: ما المهمة التي جاءت من أجلها أو جاء من أجلها الحاجب، وكيف استقبله المسؤولون عن ميناء المدينة؟ إذن جاء الحاجب ببلاغ من فرعون ملك الشمال والجنوب إلى حاكم طيبة. بعد الاستفسار عن هويته استقبله المسؤولون عن ميناء المدينة استقبالا يليق بمقامه، حيث انحنى الضابط احتراما له وأدى التحية العسكرية. سؤال خامس: أبين مكان وجود هذه المدينة الفرعونية وأستخرج من النص العبارة التي تدل على ذلك. إذن تتواجد هذه المدينة الفرعونية في اتجاه الشرق، يحيط بها سور عظيم، في ناحيتها الشمالية يوجد معبد آمون. إذن العبارة التي تدل على ذلك من النص، وهو يشير بأصبعه إلى الشرق، ورؤيت في ناحيتها الشمالية جدران معبد آمون الشاهق. إذن هذه هي الجمل الدالة على موقع المدينة الفرعونية. السؤال السادس: أربط بسهم بين كل قسم من أقسام المدينة وبين وظيفته الاجتماعية. إذن القسم الشمالي فهو محدد للسكن وللحياة العامة، ثم محدد للعبادة، بينما القسم الغربي فهو لدفن الموتى وللتجارة. سؤال سابع: أحدد في الجدول الآتي المعالم الحضارية لكل قسم من أقسام المدينة. إذن القسم الشمالي معالمه الحضارية معبد آمون، الحدائق الغناء، قصور طيبة. والقسم الغربي هناك مدينة الأبدية، الأهرامات، المصاطب والمقابر. السؤال الأخير: أحدد النهر الذي توجد على ضفته هذه المدينة فيما يأتي. نهر أم الربيع بالمغرب، نهر دجلة بالعراق، أو نهر النيل بمصر. إذن الجواب الصحيح بطبيعة الحال هو نهر النيل بمصر. إذن هذا هو الجواب الصحيح الخاص بتواجد المدينة الفرعونية. إذن عندما نقول المدينة الفرعونية يعني مدينة تتواجد بمصر. إذن النهر الموجود بمصر هو نهر النيل. إذا نهاية الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله في فيديو قادم دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.